مشاهدينا جولتنا راح تكون بلندن من خلال هالباص الطابقين المكشوف اسمه بيج باص ريد تور. هالباص راح ياخذنا بجوله على معالم لندن نتعرف عليها عن قرب اكثر. طبعا مثل ما انتم شايفين الجو غائم اليوم، لكن الارصاد الجويه اكدت لنا انه رحلتنا وجولتنا ان شاء الله راح تكون مشمسه. Hello. طبعا مشاهدينا اول ما بنطلع في الباص بيعطونا السماعه كرمال حيعملوا لنا تور يشرحوا لنا عن المناطق اللي حنعمل فيها الجوله السياحيه. بتحط السماعه في الكرسي في الجهاز، طبعا بتختار انت اللهجه الخاصه فيك او اللغه اللي انت بتحكيها حتى تاخذ المعلومات والجوله السياحيه. هلا مشاهدينا مثل ما انتم شايفين عدينا من امام البيت القطري، هذا البيت اللي راح يكون موجود خلال فتره الاولمبياد في لندن 2012. هلا مشاهدينا خلفي واحده من اشهر معالم لندن، يعني السائح مجرد ما يوصل لندن لازم يجي يعمل سياحه على هالمبنى الرائع الراقي، ساعه بيج بن، ساعه جدا معروفه، معلم جدا معروف. على يميني مشاهدينا لندن آي هي عبارة خلينا نقول مثل الدولاب للسياح، بيطلعوا فيه بيشوفوا بانوراما لكل لندن من فوق، أكيد صورة رح تكون غير طبيعية خيالية، قمة بالروعة. هلأ نحن وصلنا لمبنى البرلمان، هذا المبنى الضخم الرائع. طبعا بعدنا مكملين جولتنا مشاهدينا ومعنا مجموعه من السواح في هالباص اللي عم بيقوموا بهالجوله، عائله كويتيه رح نتعرف عليها عن قرب اكثر. هلا فيكم. هلا فيك. هلا. شو اسمك؟ كادي. واسمك؟ عبد اللطيف. شو حلو عيونك، شو حلوين عيونك يا عبد اللطيف؟ نعم حلوين. ثانك يو. خبرني شو رايك بهالجوله، رح ابدا معك. ايه وين رحت؟ بيج بن. شو كمان؟ لندن آي. وكمان شو شفت؟ اكسبلور ستريت. وانت يا كادي؟ رحنا بيج بن ورحنا لندن آي، بعدين رحنا اكسفورد ستريت وبعدين تمشينا. واحنا بس احنا جايين مني عشان يبي يسوي اكزام وبعدين برد بورتسموث. يعني انتوا جايين مع زوجك دراسه هون؟ اي نعم. خبرينا عن الاجواء، كيف لقيتيها؟ والله الجو حلو والاجواء محتفلين وايد، يعني شوارع الزينه والتلفزيون والاكتيفيتيز، يعني وايد الاجواء رائعه والجو الحمد لله ممتاز يعني. واجواءكم مع رمضان؟ والله مأساة الصراحة. يعني نصوم للساعة 9 فالوقت وايد طويل، بس الحمد لله الجو ممتاز والمطاعم العربية تارسة لندن وفيها أجواء عربية، يعني الحلويات والتمر يعني الوجبات الرمضانية، يعني الواحد ما يضيق خلقه الصراحة بلندن وناسة يعني. البيكاديلي رود، هذا الشارع اللي بيميزه بفتره الاولمبياد انه على طول الشارع معلقه كل اعلام الدول اللي راح تشارك بدوره الالعاب الاولمبيه لندن 2012. Where are you come from? From San Francisco. California. It's first time in London? Yes. Very first time. Enjoying your trip?
Oh yes. Luckily the weather is good too. Normally it starts raining, so yeah, so far so good. What do you think about this tour? Oh, I think we are lucky that we are here at this time, perfect time when the Olympics are happening. And it's amazing, the crowds, it's so much happening. So yeah, it feels wonderful to be here. Watch Kawalese and Outcast TV. Woo! طبعاً نحن هون مشاهدينا في البيكاديلي رود أو البيكاديلي سيركل. مثل ما أنتم شايفين منطقة مزدحمة، هي من المناطق المعروفة أيضاً في لندن، فيها كثير من المحلات التجارية، السهرات أيضاً، الأجواء الاحتفالية بتكون فيها خاصة في الويكند. طبعاً بتضل الأجواء لساعات متأخرة هون من الليل، السهرات، الناس تتمشى، الأسواق أو المحلات مفتوحة. Watch Kawalese. Kawalese. It's a cow. Cow. And then it's like a cow. Look. Cow. Kawalese. Cow. Kawalese. Okay.